مشاورة وطنية في السنغال حول آليات استغلال المصادر البترولية والغازية بمشاركة رئيس البلاد وأعضاء الحكومة ورؤساء أحزاب سياسية في الموالاة والمعارضة. الرئيس السنغالي ماكي سال أعلن عن إنشاء معهد وطني للبترول والغاز هدفه تكوين كفاءات عالية في إدارة المشاريع البترولية الناجحة. وقال إن إنشاء لجنة للتوجيه الاستراتيجي يعهد إليها بهدف تنسيق المبادرات واقتراح استراتيجية وطنية لاستغلال النفط والغاز تعتبر هامة في هذا الإطار. وقد أعلن خلال الفترة ما بين 2014 و2016 عن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز على الحدود البحرية بين السنغال وموريتانيا، سيتم الشروع في استغلالها بدءا من عام 2021. وقد وقعت نواكشوط وداكار شهر فبراير الماضي اتفاق تعاون في العاصمة نواكشوط حول استغلال حقل حميم الغاز المشترك بينهما، وذلك خلال زيارة رسمية أدها ماكي سال لموريتانيا. وتتولى شركتا كوسموس انرجي الامريكيه وبريتش بتروليوم البريطانيه عمليه الاكتشاف النفطي على عرض المياه الاقليميه السنغاليه الموريتانيه. وقد اعلنت العام الجاري عن اطلاق عمليه استغلال يصل حجمها 450 مليار متر مكعب. وحسب ارقام مقدمه من طرف الشركه البريطانيه فان حقل حميم الكبير يعتبر احد اهم الحقول الغازيه بغرب القاره الافريقيه، ويمكن ان يصل حجم انتاجه 700 مليار متر مكعب من الغاز. وتتوقع السنغال أن يصل حجم عائدات حقلين غازيين اكتشفا على عرض مياهها البحرية أحدهما مشترك مع موريتانيا أزيد من 150 مليار دولار.